لليوم الرابع عشر على التوالي يواصل جيش الاحتلال ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة على الهواء مباشرة، في وقت ما زال فيه المجتمع الدولي يقف صامتاً بل ومتواطئ أمام معاناة 2,300,000 مواطن. وتواصلت الغارات الإسرائيلية مخلفة المزيد من الشهداء والجرحى، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء إلى 8,306، بينهم 3,457 طفلاً و2,136 امرأة، إضافة إلى ما يزيد عن 21,000 جريح. كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة زراعية جنوب شرق مدينة غزة ووصلت إلى شارع صلاح الدين قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع وفق تأكيدات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع. وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءاً كل ساعة، وكل ما تم إدخاله من مساعدات لا يرقى إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الضخمة للمدنيين، موضحة أن الصليب الأحمر تمكن منذ الجمعة الماضية وحتى الأحد من إدخال 9 شاحنات فقط إلى القطاع تحتوي على مواد طبية ومواد لها علاقة بتنقية المياه، فضلاً عن إدخال طاقم إضافي تابع للصليب الأحمر لمساندة جهود الطاقم الموجود في المكان. وأمام كل ما سبق فإن الساعات المقبلة تنذر بتفاقم الوضع الإنساني داخل القطاع بصورة غير مسبوقة، خصوصاً في ظل انقطاع المياه والكهرباء، الأمر الذي يتطلب تدخلاً دولياً وإقليمياً عاجلاً لوقف إطلاق النار ومنع الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم.